وذكرنا هذا الأسبوع حول مسألة فعل الخير، والزاوية اللي غنتناول منها هذا الموضوع ماشي فقط فعل الخير اللي كنعرفوه جميع، ما كاينش شي مغربي ما كيعرفش فعل الخير، ولكن الزاوية اللي غادي نحط فيها الموضوع عندها علاقة بالقرار اللي غيوصل الفعل الخير. راه فرق ما بين فعل الخير وما بين اتخاذ قرار نتيجته الخير. فعل الخير انك تمشي نهار الجمعة تصلي وتخرج من الجامعة وتعطي واحد الصدقة لواحد الانسان محتاج، هذه كلشي كيعرفها. فعل الخير انك كتأزر واحد الشخص عليه ديون وعنده مشاكل في المقاولة ديالو، غادي يقدر يمشي للسجن وكتمشي تساعده في اداء الديون ديالو، ما يسمى الغريم، وهذه كلشي كيعرفها. فعل الخير انك تتصلح ما بين زوجين واقفين على الطلاق وعندهم وليدات تجمع شملهم، هذه كلشي كيعرفها. ولكن انك تاخذ قرار انت كشخص او انت كزوج او انت كأب، تاخذ قرار في استثمار المال ديالك، تاخذ قرار في الشراكة في واحد المشروع، انت كمسؤول كعامل كولي كوزير كأي مسؤول في البلاد كأي مسؤولة، تاخذ قرار انك غتهز واحد مجمع سكاني من بلاصة لبلاصة تحوله، انك غادي تدوز واحد الطريق، انك قرار غيتخذ قرار انت حدة. شي واحد يعرف بشكل مسبق واش القرار ديالو غيوصل للخير، لأن المعادلة فين هي صعيبة هنا؟ أنه معظمنا تنعرفوا الصحيح والخطأ، فيمكن لك تستشر ذوي الخبرة وذوي الاختصاص في الأمر اللي أنت باغي تاخذ فيه قرار، وغيقولوا لك ذوي الخبرة والاختصاص هذا القرار صحيح هنا وخطأ هنا. وملي تتبغي تعرف مسألة الحلال والحرام بشكل مسبق، باقي كاع ما درتي الفعل، سير سول الفقهاء والعلماء غيقولوا لك هذا الفعل حلال وهذا الفعل حرام بشكل مسبق، باقي كاع ما درتي. إذا مسألة الصحيح والخطأ غتلقى ذوي الاختصاص غيقول لك هذا صحيح هذا القرار خطأ بشكل مسبق، باقي كاع ما درتي. ولكن القرار اللي تدبير الأمور غيفرضها عليك وعليا، ما كاينش واحد فينا اللي ما ياخذش قرار، بزز عليك غتاخذ القرار. الواقع كيجيب لك قدام مضيع تيقول غتاخذ قرار، واش غتكري ولا غتشري، واش غادي تبيع ذهبك ولا غتسلف. ايوا سير شوف ديك الساعه، لان المساله هنا ما بقاتش في الاضداد، ما بقيناش هنايا في الصحيح والخطا والحلال او الحرام، هنا تقابلوا قدامنا صحيح وصحيح. هنا كيتقابل معاك قرار صحيح كيتقابل معه صحيح، بمعنى ان فعل الخير في اتخاذ القرار الصعوبه ديالو يا ريتك وكان تيقابلو الصحيح والخطا ذوي الاختصاص يساعدوك، يا ريتك وكان تيقابلو الحلال والحرام اهل الفقه والعلم يساعدوك. ولكن ملي غتلقى نفسك امام قرار صحيح تيقابلو قرار صحيح بحاله، هذا هو اللي متشابه. المتشابه هو الصعوب والصعوبة الكبرى. ولكن في جميع المغاربة البارح كان استمع الخطاب سيدنا الله ينصره ويحفظ له صحيحته ويحفظ المغاربة ويحفظ عائلته ووليداته ويحفظ نفسه، وكان شوف تواضع عند واحد الملك فاسأل عنه خبيرة، اسأل عنه خبيرة من عيني البارح كتدور الآية، اسأل عنه خبيرة، ملك في قمة التواضع. وحنا في
47 سنة على مرور المسيرة الخضراء، وأي مغربي تيعرف العيون كيف كانت شحال هذه وكيف ولات بعد 47 سنة، ما يمكنش ما يصدقش ما يتيقش أن 47 عام هذيك، ما يمكنش ما يصدقش الإنسان. 47 عام تولي هذيك البلاد بهذاك الخير، بهذيك المنشآت، بهذيك المؤسسات، بهذوك الإنجازات، بهذاك الدور، لأن راه سهل أنك تأسس تبني وتستثمر الفلوس سهل، ولكن تعطي لها صفة ريادية في إفريقيا. البعد ديال الملك ماشي فقط مشاريع كبرى إنجازات، لا 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 لا، عارف بكل منطقة وبكل مالها وبكل قبيلها وبكل ناسها لاش صالحين وفين يقدروا يعطيو. بتعرف الناس حراوة دائما في تاريخهم كانوا متصلين بدول افريقيا، موريتانيا عندهم هما بحال حنا كنمشيو لمراكش، ناس العيون عندهم موريتانيا بحال حنا بالدار البيضاء كنمشيو لمراكش، عندهم السنغال وعندهم دول الصحراء الغربيه عادي كيبيعوا ويشربوا معاها وتعرفوها سنين، كيعرفوها قرون. اذا هيئ لهم واحد الصفه اللي هما اصلا كانوا كيقوموا بها، تمثيل النيابية عند المسلمين هو راه هذا هو الخاصية والعبقرية للإسلام، أن كل واحد فينا احنا رهبان. علاش احنا ما عندناش الكنيسة؟ لأن احنا رهبان، كل مسلم رهبان، ولكن هذا الرهبان راه غير نعس، راه ماشي صفة. احنا راه احنا داعية، احنا كل واحد فينا داعية، كل واحد فينا مجاهد، كل واحد فينا فقيه، كل واحد فينا عالم. إلا تفقه الإنسان وعنده الدراية كيوليو هاد الصفات عنده هكاك، ما كاينش لي ما تحتاج تاخذ إذن من شي مؤسسة تقول لك أنت يا داعية، أنت داعية هكاك، ادعو لي الله أنت داعية، غير خصك يتجلاو فيك واحد الصفات في الحال ديالك وفي الواقع ديالك. 47 سنة قرارات كلها فيها خير، لان الامور بالنتيجه ديالها راه ماشي بالتخطيط ديالها او بالماكيت ديالها او بالاشهار ديالها، ملي كتولي في ارض الواقع وكتشوف شنو عطات، تشوف طلبه الان يقدروا يقراوا جميع التخصصات بما فيها الطب والصيدله في العيون، من قبل كان خصو يمشي لاكادير ولا خصو يجي لمراكش ولا خصو يطلع للرباط ولا خصو يجي للدار البيضاء، دابا محتاجين بالعكس، دابا غيوليو مدن اخرى ولادهم غيمشيو يقراوا في العيون، غادي يوليو ناس كيجيو من جميع البقاع يمشيو يقراو في العيون، التخصصات والمختبرات اللي فيها ولات الان. اذا شنو هي الخاصيه؟ كيفاش غادي نفهموا مساله القرار اللي فيه الخير؟ لان قلت لكم فيها الخير سهل، فيها الخير انك كتجنب ما هو حرام، وكل ما هو غير حرام فهو حلال، وكل ما هو حلال فيه خير، سهلة باش دير الخير. دابا ما بقيناش حنا في فعل الخير حد ذاته، ولينا في اتخاذ القرار. اتخاذ القرار. فهنا باش تاخذ القرار، أول حاجة إلا مشينا اشتغلنا عند الفيلسوف كانت، والمؤلف ديالو كريتيك دو جوجمون. كريتيك دو جوجمون. هاد الناس هادو بالخصوص، هاد الفلاسفة بالخصوص، هاد فيلسوف كانت وكذلك هيجل، هيجل عنده الصعب الممتنع، هيجل صعيب باش تدرسو، هو هكاك، هو اختار واحد الاسلوب صعب جدا في الطرح ديالو، لينونسياسيون ايجليان ايت اون انونسياسيون كومبليكي كومبلكس، هو اختار هكاك. انا شخصيا تنحبها وتندوقها وتنفهم فيها، لانه انا كنبغي الحاجه الصعيبه، ما كنبغيش الحاجه هكاك الميه، انا كنبغيش حاجه تكون نيت معلكه. فهاد الناس هادو كانت وهيجل غادي يشتغلوا على لا كريتيك دو جوجمون. ما معنى عند كانت لا كريتيك دو جوجمون؟ هو نقد الحكم على الاشياء. شوفوا الصعوبه ديال اتخاذ القرار الصحيح، ما سهلاش،
سهلات باش تعرفوا الخير اللي عندنا في الملك. والله كما كان هو كنحلف بالله ونعوذ بالله الى حريرتنا ما يجمعوش روض. والحمد لله الحمد لله كل حمد بالفضل الى ما علينا الله به. اللي كنشوفوا دول الان كترفض المهاجرين وكترد المهاجرين وكتسد حدودها وهو فاتح المغرب المهاجرين من جميع دول افريقيا. ملي كتشوف دول اليمين المتطرف غير غادي وطالع غادي وطالع في كل الدول في العالم بالخصوص في الدول الاوروبيه غادي وطالع وهو غادي في منهج الانسانيه والمؤازره والاعتدال وحب الناس وحب الاخر وحب الغير وحب المختلف. شوف اليمين المتطرف ها هو في ايطاليا كتشوفوا في فرنسا كيف غادي طالع في اسبانيا كذلك في اوروبا كلها غادي يجدحها. روسيا خلاص روسيا خلاص. اذا شنو المساله شنو المساله انه ملي كانت جعل لا كريتيك دو جوجمون هي النواه الإنسان باش يمكن له يتخذ القرار الصحيح خصو يكون عنده الحكم على الأشياء. ومعظم الناس كيفاش كيحكموا على الأشياء أنه خصو يكون واعي ويكون عنده ذكاء ويكون كيفكر وكيصدر حكم. إلا أن هذا الرباعية أن الإنسان يكون واعي يكونش مهلوس ولا تحت مخدر ولا أحمق ولا مجنون ولا خصو يكون عنده وعي ويكون ذكي ما يكونش مجمك كلخ يكون عنده ذكاء يكون عنده فكر وكيوصل كيحكم على الاشياء. الاشكاليه هنا هذه الرباعيه تخدم ماشي ما تخدمش. ولكن الى ما تمش تقييد الرغبه والهوى والميل والفونتاسم والرغبه الفاسقه هنا غيمشي فيها هذه الرباعيه هذا الوعي والذكاء والفكر ما يخدمش غيفسد. هذه التفتوا لها الفلاسفه القدامى. سقراط هو الاول غير التفت لهذه النقطه هذه بانه الوعي والذكاء والفكر باش توصل تحكم على الاشياء حكم صحيح. ما معنى انك تحكم؟ بمعنى انك فهمتي المساله باش تاخذ قرار راه حكم هذاك وباش تصدر حكم معني ترك فهمتي الحيتيات المساله الحيتيات الظاهرة والخفية الباطنة. هنا سقراط غيفهم أفلاطون غيفهم أرسطو غيفهم شنو غيفهموا بأنه ما يسمى لا سيونس دو بونور. أرسطو غيسميها لا سيونس دو بونور علم السعادة. ما هو علم السعادة عند أرسطو؟ ليتيك الأخلاق. أرسطو كيعرف ليتيك لا سيونس دو بونور. إلا مشيتي درستي ليتيك الأخلاق شنو غتلقى؟ غتلقى تقييد للرغبة للهوى للميول للفونتاسم للرغبة الفاسقة. وهنا أرسطو لاحظتوا كيفاش الرباعية الوعي والذكاء والفكر باش يوصل للحكم ما كفاتهمش. لان راه غادي يلقى واحد الانسان غادي تجرو مرا جميله غادي يجرو لوبي غادي هادشي راه قديم راه في الانسان هادشي. هما يجعلوا قيود سموها ليتيك الاخلاق. وارسطو غادي يوضع النواه الاساسيه في الاخلاق ما يسميه لا بيتي اي لا كرانت الرحمة والخشية. الرحمة والخشية. احنا المسلمين عندنا في سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لاحظتوا هاد حكما عربيا
راه الحكم هنا كتحن على الحكم، الحكامة، وكتحن كذلك على الحكم على الأشياء بالخاصية ديالو عربية. بمعنى nous sommes ici en face d'un jugement et d'une sanction sur les choses d'une manière originale et originelle, singulière, exclusive. هاد حكم عربيا، هادي راها هادوك اللي الله يسمح لهم ويخطيهم الحق، الله يسمح لهم ويخطيهم الحق، هذوك الحكومات المتتاليه الماضيه مازال هذه ما شتاش غلغلات في هذا الشكل. اما الحكومات المتتاليه الماضيه كانوا مراد بواحد المساله سميتها لي بيرو ديتود اترانجي، بالخصوص لكان فرنسي اسباني انجليزي امريكاني، البيرو ديتود كانوا حكومات بلا ما نبقاو نقلبوا في الواد الحار، اللي ضبطوا مسألة الصحيح والخطأ، الحلال والحرام، ومشاو القرار اللي كيتقابل صحيح مع صحيح مشاو لبيروديتو. شنو كيديروا لبيروديتو؟ تيخدموا واحد السلم اللي هو أناليز سانتيز ايفالياسيون دي سيناريو تيست ان او بليزيور سيناريو جوجمون سانكسيون اكزيكسيون. عندهم واحد السلم معروف في ليبرو ديتود، هو كيجي كيدير لك واحد التحليل اللي عنده معطيات سبقيه عليه ومعطيات ارضيه، ولكن المعطيات السبقيه راه عنده دراسات مجايبينهم له، مكاتب ديالو، لي زونتين الغولي ديالو، الجمعيات ديالو، وحتى ناس ديال التنس عاطينهم له. اذا هو عارف المعطيات ولكن ما عارفش الخفايا والخبايا الباطنيه، غير عارف واحد القوانين. كيجي وكيدير سانتيز، سانتيز هو تيقول لك في السبعينات درتو كذا، في الثمانين درتو كذا، في التسعين درتو كذا، سانتيز تا 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 تا. ومن بعد كيحط لك دي سيناريو وكي ايفاليو دي سيناريو، تيقول لك هذا السيناريو غيعطيك 30% هنا، 40% هنا، هذا السيناريو غيعطيك 50%. من بعد كيدير لك تيست كيقول لك ودي غنجربوا ان سيناريو في واحد القنت، في واحد الجهه، في واحد المنطقه كذا. بعد ما كيديروا هذاك التيست كيديروا ايفالياسيون، ملي كيدير ليفالياسيون كيدير ان جوجمون، بحال المحكمه كيتخذ قرار جوجمون. اون فوا تيدار جوجمون تيطلع من هذوك الوزارات والادارات لعند الوزير الاول، تيبركو عند رئيس الحكومه، صافي تيتخذ القرار سانكسيون كيتكتب بوبليي اكزيكسيون. المشكله ان العالم باسره راه جرب هذه الوصفه، هذه الوصفه العالم باسره جربها، والعالم باسره حصل فيها. ما كاينش شي دوله دابا ما حصلش في البطاله الشباب، ما كاينش شي دوله اللي ما عندهاش الغش في المنتوج، ما كاينش شي دوله اللي ما عندهاش الفساد في الصفقات، ما كاينش شي دوله اللي ما عندهاش التلاعب في كذا. ما كاين، بمعنى ان هذه الوصفه هذه خدامه غير في ما هو تقني، في لافاز تكنيك. اما التقني امام القرار الصحيح لا يساوي 10%، 90% واحد الجهه اخرى. وما هو تقني غتلقى عليه موجودي، الشيء اللي غيدير لك هكا الاناليز سانتيز ليفالياسيون دي سيناريو تيست ايفالياسيون جوجمون سانكسيون اكزيكسيون، غتلقى العالم كله كيعرف ليه. جيب من الشين، جيب من اليابان، جيب من كوريا، جيب من هنا، جيب من هنا، جيب من هنا، يعرفوا. كيف بلاصه اخرى اللي هي اللي غتعطي بانه القرار الصحيح ملي كيتقابل مع امر صحيح، شكون اللي غيخرج لك المعادله ملي كيكونوا جوج صحيح؟ كتاخذ قرار واش ندير مستشفى هنا ولا ما نديروش هنا. مستشفى راه صحيح، جامعه راه صحيح، بجوج راه صحيح. واحد تيقول لك لا خص الجامعه هنا، الطلبه كذا، الاخر تيقول لك لا خص المستشفى هنا، الاخر تيقول لك خص المعمل، الاخر تيقول لك خص كذا. ها هو قرار صحيح، صحيح صحيح كله صحيح، ومن غير تقابل الصحيح ما صحيح راه تما ما غادي ينفعكش. ما هو تقني، ما هو تقني اش غيعطيك؟ غادي يعطيك انه الميزانيه، انه كذا، فين غادي يوصل لك هذه، فين غيعطيك هذه، وفي البورسونتاج غادي يعطيك كذا. اما شكون اللي قال لك انهم اللي غيدار غيخرج خير؟ شكون اللي قالها لك؟ شكون اللي قال لك راه جامعه دير في واحد القنت وما يخرجش منها خير؟ يلا جامعه على قدها دير في واحد القنت وتمشي وتقيد ولاد الناس ويقراوا كل ما يخرجش خير، تولي عندك اضرابات، تولي عندك تما معارضه، ويولي عندك استنزاف الامور، ما يقراو لك شو، تولي مرود ما عارفش. اذا الانسان شنو غيدير؟ صبرتي مولانا،
غادي يمشي يدير الاستخاره، غادي يمشي شنو يدير؟ اذا عندنا هذا الحكم على الاشياء، عندنا علم، فالحكم على الاشياء يسمى الفرقان. الفرقان هو كل ما فرق به بين الحق والباطل. لاحظتوا ما بقيناش دابا في الصحيح والخطا، ما بقيناش في الحلال والحرام، طلعنا لواحد الفئه اكبر، ما فوق منا حتى شي فئه، فئه سميتها الحق والباطل. والباطل هذا عنده ثلاثه الفروع بجنبه، الحق ما معاه حتى شي فرع بوحده، الباطل معاه ما هو فاسد، ومعاه ما هو رجس، ومعاه ما هو رجس. استعلاش الصحيح من التي قبله الصحيح شحال صعيب، لان خاص واحد فيهم القلورة غتلقاه صحيح باطل، او صحيح فاسد، او صحيح رجس، او صحيح رجس. فالصحيح الباطل، الباطل عند أهل المعرفة هو ما وقع غير صحيح من أصله. الباطل هو ما وقع غير صحيح من أصله. بلكم النعمة الملك، هو صحيح من أصله. داك الصحاب راه بنية، هي راه ماشي قراية ولا استشارة مكتب دراسات ولا واحد العدد المستشارون اللي كاين في المؤسسة الملكية، ولا شي كله مزيان. راه كاينة بين يا عباد الله اللي بغى يفهمها باش تعرفوا النعمة اللي عند المغاربة. راه اللي بغيتوا تعرفوا النعمة عند المغاربة ها البدية ديالها هنا، اللي ما فهمهاش هنا ما فهم والو. المغاربة نعمتهم راه ماشي في الفلاحة ولا في التجارة ولا في الحوت ولا في الفوسفات، ولا راه واحد الخاصية، واحد التركيبة بدات مع واحد السيدة، واحد السيد سميتو مولى إدريس الأكبر، والسيدة كنزة الأورابية. الشجرة راه جاية من تم، هاد ما وقع صحيح من أصله راه من تم. هذا اللي بغى يفهم، اللي بغى يفهم خصو يرجع للشجرة من الجدر، من الزريعة، من الأول. بغات تمشي 14 قرن، أنت جاي كتشوف شنو الخاصية ديال مولى إدريس الأكبر ولا لالة الشريفة لالة كنزة الأورابية؟ شنو الخاصية؟ أن هاد السيدة هادي غيتوفى زوجها مولى إدريس الأول مقتول مسموم، والمغاربة كيف بايعوا مولى إدريس الأكبر قالوا لي حتى غنشوفوا شنو في كرشك، شنو تولدي؟ فصبروا عليها حتى ولدات مولى الإدريس الثاني. ثاني حتى غيوصل 16 عام وغادي ياخذ الحكم وغيتزوج وغيولد، راه هي السيدة اللي كانت كتدبر الأمور. بمعنى باسم ولدها وباسم راجلها احترموها، باسم ولدها السلطان صغير هو كبير لكن صغير في السن، وباسم البيعة اللي بيعوا رجلها اللي هو شريف هاشمي محمدي بالطبع، السيدة هي اللي دبرت الأمر. شوف احترام مقام النساء واحترام السر، كيميزوش المسلمين ما بين الذكر والأنثى، كيعرفوا الاختلاف، كيعرفوا الفرق، ولكن تعرفوا السر كاين هنا وكاين هنا، تبتوا بالخصوص إلى القوة صاحبة العلم وصاحبة الحياة وصاحبة الكاريزما وصاحبة الحال، تيتبتو نسلمي. دابا الخاصية ديال هاد الشريفة لالة كنزة أنه بعد ما غيتزوج ولدها مولاي إدريس وغادي يخلف واحد العداد ديال الرجال تبارك الله، وغيتوفى بخلاف واحد العداد الدول اللي ضربوا الخوت على الملك. وهنا كان اللي بغى يشوف شنو طرا ما بين الزوجات اللي خداو العباسيين، واحد واخد زوجه من عند فرس، والاخر والزوجه الثانيه من عند الترك. عاتوفى الخليفه العباسي، هذيك عيطات لخوالها، خوال الدراري من فرس دخلوا، والاخرى عيطات لخوال الدراري من تركيا دخلوا، وهما يجزروا بعضياتهم.
لا لا كنزة بعد ما توفى مولاي إدريس الثاني وخلف أعداد ديال الذكورة، أعداد الرجال، كجدة دابا هي كزوجة، ها هي كأم دابا كجدة، عاوتاني غتتدخل وغتخلي الخوت ضامنين بعضياتهم. ما كانتش التفريقة، ماشي واحد قال انا غادي انا كبير انا الاخر، لا كيحتكموا كيجيو ياخذوا. وهي منين جابتها؟ من باها وامها، جابتها من حضاره المغاربه. جا عندهم واحد لاجئ قال لهم انا يا شريف هاشمي، قالوا له حنا كنبيعوك. مال هو غراهم بالمال، غراهم شي جيش عنده القوه ديال السيوف، خاطب الايمان ديالهم. قال لهم واش مؤمنون انتم؟ قالوا له نعم مؤمنون. قال لهم ما علامة إيمانكم؟ قالوا له كان أمن بالله ورسول الله. قال لهم رسول الله جدي. قالوا له لا إله إلا الله رسول الله. جدك أحسدي جدي، هاد السيدة ذلك تقدروا راه جدي. قالوا له شنو خصك؟ قال لهم نحن قوم أولى أن تمد أعناق الناس لنا. قالوا له بسم الله سيدي، ها بنتنا تزوجها، ها الحكم، ها الحكم. إذا شنو هو البطيل؟ هو ما وقع غير صحيح من أصله. إحنا المغاربة عندنا يقع صحيح من أصله. الفرق ما بيننا وما بين واحد العدد من دول الجوار بلا ما نسميوها، بلا ما نسميوها، لأن إحنا ملي كنبداو نذكروا في الحال ديال سيدنا رسول الله ما كنهضروش على الشياطين. صافي هذول في التراجم كندخل الموضوع، كنبقاوش نخلطوا. إلا حضر العسل كيبقى العسل الخدام، ما نحطوش مع قطران غيفسد، ترى تفسد كاع كيلو داس. اذا شنو هو الباطل؟ هو ما وقع غير صحيح من اصله. شنو هو الفاسد؟ دابا راه قلنا الباطل والفاسد والرجز، والرجز راه اربعه. شي هاد الاربعه تيقابلوا فاسق فاجر كافر منافق. شي تحط لك واحد في الاداره في الوزاره بلاصه القرار فاسق فاجر كافر منافق، انتظر باطل فاسد رجز رجز، انتظر وراه غيكون صحيح اغريجي بلي بيرو ديتود. ولكن ملي غادي يتحط ومع المده ما يخش منه خير، شتي ملي ما يخش منه خير تاكد تاكد بان صاحب القرار فاسق او فاجر او كافر او منافق. شنو خرج له؟ دراسه اغريجات تكنيكمون بودجي وصحيح. راه قلت لكم صحيح تقابلوا صحيح. دابا حنا كنقلقلوا الصحيح قدام صحيح، شكون هو اللي على حق وشكون هو اللي على باطل؟ راه حيت دابا راه ما بقيناش كنقلقلوا الصحيح بانه صحيح. باش غتعرفوا راه خصك تقلقلو صحيح مقابل مع صحيح، فين هو اللي على حق وفين هو الصحيح اللي على باطل؟ هو راه صحيح صحيح، لان راه داروه دول اخرى صحيح وما عطاش. اذا الباطل شنو هو؟ ما وقع غير صحيح من اصله. والفاسد يقع صحيحا في جملته ويعوزه بعض الشرط ليقوم التمام، ليقوم التمام. إذا الفاسد راه هو صحيح، قلت لكم ها هو راه صحيح، يقع صحيحا في جملته. الفاسد راه صحيح كله، وعنده واحد ليس فيه ناقصه شي شرط من الشروط ديال السلامة. صافي هذاك الشرط من شروط السلامة من نقص صبح هذاك الجزء فيه باطل. الشيء الباطل اللي خطير فيه بحال تيمور الكونسير، تيضرب كاع الجسم السليم تيدي معاه تياكل، وراه مصغور يهلك لك جسم على قده. الرجز من لا خير فيه، والرجز بزين من به عذاب. قال لكم دابا الخطوره ديال الصحيح ملي كيتقابل مع صحيح، هو واحد الصحيح راه عنده اتصال بالباطل انت ما تعرفوش، حيت حنا تنعرفوا ما هو صحيح ما هو خطا، ما هو حلال ما هو حرام. اما فئه الباطل مع الحق ما يمكنش تعرفوا ملي يتقابل لك صحيح مع صحيح. تمشي عند فقيه ما يعرفش، مسكين، تمشي عند عالم ما يعرفش، تمشي عند دواء اختصاص ما يعرفش، قول له واش هذا القرار اللي غادي ناخذه كذا غنديو كذا وغنديرو كذا واش صحيح ولا؟ يقول لك اودي راه صحيح، او الطريق مزيانه كذا 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 صحيح ياك. دابا حنا فين؟ حنا تنفصلوا في الحكم على الاشياء، والحكم على الاشياء وصلنا ان خصنا نعرفوا مبدا الفرقان. ومبدأ الفرقان هو كل ما فرق به بين الحق والباطل، والباطل هو ما وقع غير صحيح من أصله،
والحق هو ما يقع صحيح من أفوه. إذا دابا حنا فين وصلنا؟ وصلنا للشطر الثاني. الشطر الأول هو فهمنا مبدئيا كيفاش العملية كت نظريا، نظريا أنك تأخذ واحد العلم نظري يفيدك باش تفكر، لأنه حكم الأشياء خصك تفكر، خصك تقدر، وخصك تقرر. ما كافيش هادشي، لا ما كافيش، خصك الحقيقة، الحقيقة ديال شكون انت. دابا الأمر قلنا له ما هو حق، بمعنى أنه غير باطل، وباطل هو ما يقع خطأ من أصله. كان المسألة بقى ما محسوماش، المسألة ما محسوماش، فقط أن يكون عندك وعي، ذكاء، فكر، ويكون عندك ليتيك. وخا يكون عندك ليتيك، وخا يكون عندك الأخلاق، ما مازال ما محسوماش، مازال. احنا المؤمنين تنعرفوا حقيقة أولئك الذين حبطت أعمالهم. علاش الله سبحانه وتعالى تيتكلم لنا على واحد العدد المرات في القرآن حبطت أعمالهم؟ ما معنى حبطت؟ هاد الأعمال راه صحيحة كيف قلت لكم، راه ماشي خاطئة، راه صحيحة، دورا داروا أشياء صحيحة، خدمات لهم في الدنيا واستافدوا منها ناس وكذا، صحيحة. الله تيعطيها هنا واحد الحكم، هو يحكم عليها، حبطت، بمعنى ما غتفيدهمش هاد الأعمال في الآخرة، ما غتفيدهمش، ما غتشفعش ليهم، ما غتسلكهمش. لاحظتوا راه هما كانوا على ايتيك، هذوك الناس هادو صحاب حبيطات، راه كانوا على ايتيك، راه عنده اخلاق، ما كان مؤدب، كان صوابي، راه كان كذا، راه كذا، راه كذا. لا، احنا المسلمين لا، باقي عندنا الجزء الثاني. اذا دابا لاحظتوا الاول هو الدراسه التقنيه، المسلمين تعرفوا الحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، المسلمين تعرفوا الحساب. انا دابا في مقدمه البرنامج كنا كنسمعوا نصائح الفلاحيه، واش شفتوا الحساب ولا شتوا؟ الله يجزيهم بخير، هما تقنيين علماء، كيعطيو الفلاح يحسب شحال الزيتون الصفر وشحال الزيتون كذا، وعطى. كنسمع تبرعت في هذيك المقدمه، واو، ماشي غير اجي وجني، خصك دير حساب باش تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا. المسلمين تعرفوا هذه المساله، ولكن دابا ها الخاصيه الكبرى، الخاصية الكبرى اللي هي اللي أعطت التيسير، هي اللي كنشوفوا ما بين يدين هذا الملك الصالح، الله يخليه ربي الشجرة باقية فيه وفي أهله وفي عائلته، ما دام للزمان دوامه. وعباد الرحمن فين؟ فين جات؟ في سورة الفرقان. لاحظتوا الفرقان هو تمييز، أنك تفرق ما بين الحق والباطل. الباطل هو اللي من أصله، من شجرته غير صحيح من أصله، ده هو الباطل. إذا الفرقان الله باش يعلمنا فعل الخير، علمنا الشريعة، فعل الخير الشريعة كتوريه لك، أي فقيه أي عالم يوريك فعل الخير بأنواعه كاملة، ورا محصيف 8 الفئات فعل الخير، محصيف 8 الفئات. علاش 8؟ لأن حملة العرش 8، وهذا رمز دال على الجمالية المطلقة والجلالة المطلقة. احنا 8 عندنا تتعني الجمال والجلال. إذا فروع الخير كيعرفوها العلماء في 8 أبواب، 8 الفئات، سير مع راسك وتفرع. دابا احنا جايين كنهيئوا الشخص اللي غياخذ القرار، خصو يتبنى من الداخل، من الداخل خصو يتبنى، حيث هو هذاك الشخص هو اللي غياخذ القرار وغيحكم على الاشياء. اذا هذا الشخص اش كيقول فيه الله؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما،
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دابا غنوقفوا حد هاد البلاصة هادي. هنا أهل العلم العلامة الزجاج خرج 11 من الأوصاف في هذه الآية وصنفها بين التحلي والتخلي. يقول الزجاج الصفات 11: التواضع، الحلم، التهجد، الخوف، ترك الإسراف والإقتار، النزاهة عن الشرك والزنا والقتل، التوبة، تجنب الكذب، العفو عن المسيء، قبول المواعظ، والابتهال إلى الله. 11. صدفة أنه غادي يخرج لنا أحد أحد. 11 راه رمز أحد أحد. صدفة. صدفة أن البنية مبنية على واحد واحد. ولا مشيتي درستي لاتخ بارمينيديان. إلا مشيتي درستي لاتخ عند بارمينيد أصعب مادة فلسفية على الإطلاق في جميع المواد الفلسفية، أصعبها عند بارمينيد خصوص لاتر. شنو هو الشرط باش يمكن لك تستوعب الكيان ديالك وخصوصا بوليزي لاتر؟ خصك شروط. الشرط هو ان لو ان. هاد لو ان اللي واحد العدد من المحللين النفسيين في العالم ما فهموهاش. ملي كنقولوا حنا ديو ان ما فهموهاش، كيفهمولاش واحد العدد من الناس. هنا فين الكاتب بالخضره من اللي كان في فرنسا في واحد الحوار تبعته، قلت له اخويا ادخل معامر ولا خرج؟ تجلسوش معاهم انتم معامرين، ما تجلسش معاه، شدوه وحدين البلاصه، رجعوا مشارير على رايه. ما معنى انني نقول لو ديو ان؟ ما كنديرش، ما كنقولش انه ما عندكش الحق انك تقول ثلاثه انت في دينك، والاخر يقول 100 والاخر يقول 1000. ما كنقولهاش. ملي كنقول احد احد لو ديو ان، لا ما كنقولهاش. كنقول في التوحيد ديالي انا كعبد مع مساله الالوهيه مع الاله ديالي، انا في صله واحد، انا فرد عبد واحد وهو اله واحد من توحيد ديال الوحدانيه ديالو، باش انا غنستوعب الواحد ديالي. اللي بن خضره ما كانش قاري وما كانش مش عارف يدوي عليها الجزائر، كنحترمو ك ك ك ك كمؤلف كاديب كروائي، ولكن تجلس مع ناس اللي يشدوك في هذه ويجلتلوك ويجعلوا الفكر ديال المسلمين ما عمرش. حنا من يقراو عليهم؟ مش هما يقراو علينا. هادي حنا هنا علماء عليهم وبلا فخر وبتواضع. اذا 11 المساله خرجت النبينيه فيها احد احد. اذا شنو هو الحال ديال هذا المسؤول؟ تخيل دابا هنا غادي يكون واحد المسؤول، واحد الشخص، واحد الاب، واحد الزوج، فيه التواضع، فيه الحلم، فيه التهجد، فيه الخوف، فيه ترك الاسراف والاقتار. وصلنا عند هاد الخمسه هادي، الخمسه ترك الاسراف والاقتار مازيان. دابا شوفوا الخاصيه ديالها، شوفوا الخاصيه ديالها، انها جات بعد يقولون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. جات بعد هادي. علاش بالضبط سيدي ربي دارها بعد هادي؟ هاد الخمسه جات بعد هاد الرابعه. اذا الرابعه شنو فيها؟ فيها التذكر والخشيه. شنو قال سوره طه لسيدنا موسى الله سبحانه وتعالى؟ قال له فقول له قولا ليلا لعله يتذكر او يخشى. ما هو التذكر عند اهل العلم؟ الرجوع عن المحذور. وما هي الخشيه؟ تحصيل طاعه. اذا جاب لنا البنيه الرابعه، يتذكرون. ها هو البنيه النفسيه غتهيئ بانه كيحضي ما هو محذور، ما يديرش ما هو محذور، ما هو حرام، هو تيحضي. وملي تتحضي كتعطيك الخشيه انك كتمشي تتولي كتجيب ما هو طاعه. اذا عندنا كتحضي ما هو ناقص وتمشي تزيد خيرات ما هو زائد. شنو غتدخلك؟ شنو غتعطيك البنيه الخامسه؟
شوفوا البنية الخامسة الخير اللي فيها، شوفوا البنية الخامسة شنو فيها، أنه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه بنية رباعية، هنا بغي تربع، هنا البنية فيها تربع، هنا بغي تسد، هنا فين صحيح غادي يقابلوا صحيح صالح. شي صحيح مع صحيح ما تخرجهاش، اللي غيخرج لك صحيح مقابل مع صحيح هو من هو فيهم، هاد صحيح مع صحيح من هو فيهم اللي هو صحيح صالح، وماشي صحيح صالح من الجودة الفعل ومنك حتى الفاعل، راه انت اللي غادي تصرف في الصحيح وغتردو صالح وغادي يمشي وغيسلك وغيكون فيه خير بعد ما غيتم انجازه، ولك انت واحد من هاد الربعة فاسق فاجر كافر منافق غيخرج لك باطل او فاسد او رجس او رجس منك انت. ما الفعل؟ راه الدراسة التقنية مقادة، راه الدراسة المالية مقادة، ورا الانجاز كله وعر، ومنك انت يا صقع، راه انت اللي غتفسدو انت. عليكم. إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان من ذلك قواما. قلت لكم رباعية. الفعل الأول إذا أنفقوا، الفعل الأول جات على شكل شرط. الثلاثية اللي غتبعها شوفوا واش غادي يقول العلماء، يقول النحاس ومن أحسن ما قيل، في معناه أنه من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف، ومن أمسك عن الإنفاق في طاعة الله عز وجل فهو الإقتار، ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام. هي اللي عطانا الإحداثيات باش يولي عندنا الصواب، بمعنى أننا نرى الصواب. إذا دابا تخيل أنت عامل، أنت وزير، أنت يا والية، أنت يا عمدة، جابوا لك ميزانية، جابوا لك قرار ديال واحد، إذا عندك هنايا إذا أنفقتي، ها الفعل بشرط إذا أنفقتي تاخذي قرار. طيب هل القرار خصو حيتياته خصو دراسته؟ اذا اتخذ القرار غادي يخرجوك ثلاث ابعاد. البعد الاول دابا حنا كنأطروا الفعل من انه حق ضد الباطل، حيت الا مشيتي حتى حطيتيه في الحق عارف انه غيكون فيه الخير، كل خير ثم الخير ثم الخير، وغادي يعود الثواب ديالو في الدنيا على الناس، وانت في الاخره عندك ما شاء الله من درجات. اذا شنو غيعطينا الله؟ الرباعيه اذا انفقت شرط، انت ما جعلهاش فرض، ماشي قال لك بزز عليك غتنفق، قال لك اذا ملي تاخذ القرار بخاطرك، ملي تبغي تاخذه تبغي تنفق، اذا انفقت، اذا انفقوا شنو؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول النحاس في انه من انفق في غير طاعه الله فهو الاسراف، ومن امسك عن الانفاق في طاعه الله عز وجل فهو الاقتار، ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام. إذا شفتم ملي تدخل هذه البنية الخامسة ولا عنده في دماغه بحال اللي كيدار ما يسمى ليطالوناج الكاليبراج، بحال واحد لاباري تريغل، صافي تريغل السيرفو، كتدوي معاه في شي أمر، كيتحط الرباعية عنده هو في دماغه وكيبدا يتصنت لك الكيرسور عنده، تيبقى خدام بوحدو البلاصة اللي يوزق فيها الكيرسور، هذاك هو القرار اللي هو القوام، هذاك هو الاعتدال. اجتهادي هي اللي ما كيفهموش واحد العدد من الناس، الرجال قوامون على النساء، بالخصوص النساء لليات الله يخليكم احترموا بزاف القرآن وخافوا منه، الرجال قوامون على النساء بمعنى هادي، وكان بين ذلك قوام، هادي رياني ماشي قوامون بمعنى مسيطر عليها، وقوامون بمعنى قيم قائم بقوام، وقوام بمعنى والذين إذا عنده الكيرسور، عنده الكيرسور ماشي مانيتها ما عندهاش كيرسور، هي تاير عندها الكيرسور، نرى دواء لعباد الرحمن، راه رجال ونساء، ولكن غير هو عطاه واحد الصفه في انه بعض النوبات كيجي 50-50 قرار خصو يتخاد، هي عندها 50 وعنده 50 ما يخرجوش، خاص واحد فيهم يكون عنده 51، واحد فيهم خصو تعطاه واحد، هذاك العود ديال اللي غيغلب القرار، اما خلينا 50-50 ما تخرجش السوف والشركات، ملي كيكون قرار في كونسي دادمينستراسيون كيجيو كيعطيو لواحد اون فوا دو بلوس، كيقولوا انت عندك اون فوا باش الا مشات تقادينا كاملين في القرار ما نخرجوش، تقولوا هذاك اللي عنده ديك لافوا ان بلوس الله يخليك حسن انت بهذيك لافوا ديالك، او كيعطيو لواحد واحد الفيتو، شي واحد شي دويان شي واحد حكيم عندهم كونسي ادمينستراسيون كيعطيوه لو فيتو، وراه كذلك الرجال قوامون على النساء، راه غير واحد العود عطاه له هو
باش ملي يكون الاختلاف بيناتهم 50 50 ما يخرجوش، قال له انت 51 انت 49، ما هي 49 قدام 51 راه والو، وشنو هو عود راه والو، راه عندها 49 هو راه عنده هذاك العود باش نخرجوا بالفيتو. اما القوام اللي عنده هو راه هي هذه اصلها، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا لم يقتروا كان بين ذلك قواما، كان بين ذلك قواما، يعني سهلا بغيتي الاعتدال خصك هنا. وتخيلوا دابا هاد الصفات هادو غيجتمعوا في سيدنا، غيجتمعوا في سيدنا، وما قالهاش لينا في الخطاب، ما قالهاش لينا في الحديث، ما قالهاش لينا في الدروس في الجمعه، لا 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 لا، قالها لنا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، قالها لنا باعماله، بقى تاي عمل تاي عمل تاي عمل. تخيل البارح كنسمع الخطاب وكنسمع انه تيتكلم على افريقيا بعد 47 سنه، حنا كنتكلموا في المسيره الخضراء على الصحراء والمسيره على الصحراء والمسيره، هذا العام كنسمع البارح الملك تيتكلم على المسيرة الأفريقية، العاصمة ديالها العيون الصحراء المغربية، والمسيرة أفريقية بمعنى ماشي الهمة العالية دي، ما عنديش تشي وصف كيف نوصفها كيف نقول لها، دي راه قمة قمة الحكم، قمة الحكم، حيث إلى عندك القباري ديال الباتروس، الباتروس واحد الطير اللي كيقدر يبقى 3 شهور في الهواء، كيبقى 3 شهور هو طاير فوق البحر 3 شهور ما كيهبطش، كيهبط باش ياكل وتعاود يطلع، تينعس طاير كيهبط باش ياكل وتعاود يطلع. اذا لا عندك الكباري، عندك البوتنسيال، عندك الوسع، عندك الطول والعرض ديال الباتروس، راه خصك المحيط، ما يكفاكش ضايت عوا، ما يكفاكش بحيره، ما يكفاكش نهر، ما يكفاكش بحر، كيخصك المحيط. معنا للعيشة من وجدة، مرحبا للعيشة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما كنعتبر نفسي محظوظة اليوم من أول مرة اتصلك كيقبط لي الخط من مدة وأنا كنحاول، ولكن مرحبا بك للعيشة، مرحبا بك، تفضلي. والله أنا جد محظوظة. مرحبا بك شريف ريلا. ما عرف منين نبدا صراحة. شحال في عمرك؟ 43 سنة. 49 40 نقول 40 40 أيه. مزوجة مازال؟ واه مزوجة، عندي زوج وليدات. شحال في عمرهم؟ البنية عندها 5 سنين ونص، والوليد كيكمل 7 سنين دابا. بارك الله، مرحبا لالا، تفضل. وكنت ديجا اتصلت بك استاذ على ود المشاكل اللي عندي مع راجلي، وهي مشاكل كانت صراحه كلشي كنت شايفاه وكنت كنتغافل عليه، باش كنقولوا باش السفينه تمشي وكلشي يستافد، نكبر عندك الوليدات ونتقر نوعا ما. عجبتني هاد النوع ما عجبتني، زوينه زوينه هاد النوع ما زوينه زوينه. كنشوفو فعلا كنشوفو وكنغمضو عينينا. حتى لك واحد النقطة اللي بقيت قادرة ومي بطو ما عنديش فين نمشي، مضطرة نكمل ما عرفتش. مرة كنشوفو داك الضحك اللي كيدير مع بنته ما كيعجبنيش. بحال اش ما كيعجبكش؟ يعني اذا كتشكي في حاجه فسيقه تقريبا. دابا لاله عيشه ما يمكنش نخليو جسم ديال البقره مريض ومشيو نهتمو بالكرون. عندنا واحد البقره مربينا في الفريمه عندنا ولا في العربيه عندنا، كتبان لينا ضلوعها كاع خارجين، الجلد ديالها كاع مدلي، حالتها حاله، وغنمشيو نبدا نقولوا واش هاد القرون مالهم بحال هكا، علاش عوجين، نبقاو نهضروا في القرون. هنا غنبانو حنا حماق، واش كنشوفوا البقره هاي الجلد ديالها كاع لاصق على العظم، مع شنو فيها قريبه تموت، وحنا داويين على القرون.
اذا انت عرفتي كاين واحد تراتبيه في الاولويات. قبل ما تدوي على كيفاش راجلك تيعامل بنته كيتصرف ونمشيو نبداو نحلوا شي بيبان، انت كزوجه، انت كأم. بارح سمعتي الخطاب ديال سيدنا، واش سمعتي واحد الجمله قالها في الخطاب؟ كرامه المواطن. سمعتي في الخطاب قال كرامه المواطن، سمعتي البارح ياك؟ تكلم على كرامه المواطن ياك. دابا عافاك عطيني الضد ديال كرامه المواطن، عطيني الضد ديالها. اهانه المواطن، احتقار المواطن. اذا شتي ملي تسمعوا واحد الجمله بالايجاب بغيتوا تاخذوا الشحنه ديالها حطوها بالسلب. ملي تكلم على كرامه المواطن راه تكلم، قال المسؤول لا ما نقبلش منك احتقار المواطن، وقال المسؤول المسؤوله قال له لا ما نقبلش منك اهانه المواطن. دابا بغينا نحطوا واحد تراتبيه. عندنا خطاب ديال المسيره البارح ياك، شنو الخطاب اللي كان قبل منه؟ كان خطاب اللي قبل منه ديال افتتاح دورة البرلمان ياك. نعم. شنو قال في الخطاب ديال افتتاح دورة البرلمان؟ شنو قال في الخطاب؟ قال تكلم سيدنا على انه خص المغرب يتجند لهاد ثقافة الريع. ما مال ثقافة الريع؟ ما واحد الناس محتكرين لواحد القطاعات بحال اللي ورثوها وما كيخليو حتى واحد يوصل ليها، وسادين على الاخرين وباغيين يحتكروها. هذيك هي ثقافة الريع. لاحظتيها ودوا عليها في 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 في, في البرلمان ياك؟ نعم. ما سمعتيش مؤخرا بشي احداث وقعت في تمارا وشي عقار ترياب وشي مسؤولين تحالوا توقفوا؟ ما سمعتيهاش؟ سمعنا اخبار. دابا الخطاب في البرلمان التنفيذ والفعل في الواقع. إذا دابا شتي ملي دوالينا البارح على كرامة المواطن، واش دوا عليها بالقبلي ولا بالبعدي؟ واش في الواقع عاد غتنزل الكرامة، عاد غادي يعطي تعليمات باش تولي الكرامة كتحترم؟ واش عاد غتولي ولا سبقها لينا في الفعل ودوالنا عليها البارح؟ سبقها لنا في الفعل. إذا دابا شنو؟ نتيقوا فيه ولا ما نتيقوش فيه؟ ماشي قال لنا عاد غادي نصون الكرامه، سبق الفعل وكل شيء سبق الخبر الفعل. نعم. ودوا عليها البارح. اذا دابا شفت الخطاب ديال البرلمان هذاك راه عاد تذكير، وما هو شحال هذه دايرها هذاك البرلمان عاد تذكير. دابا قال لهم انا شمرت لكم، قال لهم ديك التشميره ديال بصح هاتوما غتشوفوا. ولاحظتي في لافير هاني جايك عاد تبع معايا لافير ديال تماره، لاحظتي دابا ما مشاش لاي بلاصه قاصها، مشى لاقوى قطاع في المغرب اللي هو قطاع العقار، بمعنى شد هذاك الهيكل، هذاك العمود الفقري، ودار له زعزعو، وغادي يمشي عاوتاني للوبي الثاني، للوبي ديال الاداره، عرفتي باش يتقاس عامل ومسؤولين في الاداره قدا قداش، اللوبي الاداري زعزعو، وتزعزع معاه اللوبي ديال الاموال، وتزعزعوا المصريين اللي كيباتوا في الليل يعيطوا لبعضياتهم ويشرطوا ويخلطوا في عباد الله، هذو كلهم زعزعوا. ودعوا عليها في كلمه سماها كرامه المواطن، ولكن الفعل قنبله نوويه مضروبه، لا قداد ربعات قنبله نوويه، ولكن الجمله سهله كرامه المواطن صغيره. اذا دابا ملي كتسمع كرامه المواطن غتقول او جمله صغيره، لا 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 لا، ربطها بالخطاب ديال البرلمان وربطها بلافير ديال تماره، وهذيك لافير ديال تماره راه واحد البوله شعلها للاخرين، بحال ديك المناره اللي كيشوفها الباطو في البحر. قال لهم فين ما كنتو غنوصل لكم، فين ما كنتي غنوصلوا لك. اذا دابا انت عارفه اختي لاله عائشه، واش باغا تدوي انت في مساله كبيره ولا باغا تبقى دابا تحمق راسك وتفروح؟ فاش باغا تدوي دابا؟ كتقولي ما عنديش فاش نمشي، فين نمشي؟ نعم لاله، في اصل الموضوع بطبيعه الحال. اصل الموضوع دابا انت في حياتك، انت في هذه المعيشه ديالك، واش لاقيه شي توازن ولا ما كاين حتى شي توازن؟ قرك قريبه حماقي، كي داير حالتك؟ كي داير حالتك؟ وجوبي مخربقه مخربقه قداش؟ شويه ولا بزاف؟
ما فيها من معنى. بمعنى ما بقيت تعرف راسك واش ناعسه ولا فايقه، ما بقيت تعرف راسك واش واكله ولا كتشربي، ما بقيت تعرف راسك واش فيك الجوع ولا فيكش الجوع، ما معناتها ما بقاش عندك الميزان. واش عايشاش واش ما بقاش الميزان، ما بقاش الميزان مره. اذا اللي غادي وصافي، شنو اللي وصلك لهذه الحاله؟ حيت قبلت بزاف الحوايج ما كانش خصني نقبلهم في البدايه. ومازال كتقبليهم ولا حبسه؟ مازال كنقبل. هذاك الشيء كيتزاد، هذاك الشيء كيولد ياك، هذاك الشيء كيتزاد. معناتها كي الخماج غادي وكيتزاد الخماج. غادي وكيكبر ياك. غادي وكيكبر. واه. مزيان. دابا غنمشيو نقراوها عند الاخر. غنمشيو نقراوها عند الاخر في مخه، غندخلوا لعندو. انت صبارة ولا انت كتلدي في الخماج؟ شنو غادي يقرا؟ شنو غادي يقول عليك؟ غيقول مرا صبارة مؤمنة بالطابع، ولا غيقول قزق صيف كتلدد في الخماج يا على بنادم؟ شنو غيقول عليك؟ ما عرفتش. علاش ما تعرفيش؟ علاش ما تعرفيش؟ لا تنعرفو اشري، لا تنعرفو، لان قلت لك اعطيني ضد الكرامة، قلتي عرفنا هي الاهانة هي الاحتقار. دابا انت واش في كرامة ولا في ضدها؟ فضيتها. علاش؟ راه ماشي فقط حيت انت هي قابله وضعيه، راه حيت الاخر اللي هو زوجك راه فاهم انك عاجبك الوضعيه ديال الخماج. واه. ولا فهم بانك عاجبك الوضعيه ديال الخماج، علاش بغيتي يوقف؟ علاش بغيتي يتوقف؟ مادام انك عاجبك الوضعيه ديال الخماج وهو في الخماج غادي يبقى في الخماج. عارف بلي عجباني وضعية الخماج، عارف بلي ما نقدرش نبدلها. الشريفة ما تفهمناش، انا ما كنقولش لك انت عاجبك وضعية الخماج، كنقول لك شنو غادي شنو غيفهم هو منك. واه. بما انك مستمرة في نفس الحال وراضية به يعني راكي قابلة وعاجبك. دابا 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 تخيل عندنا حنا واحد المسألة دقداش ما كتردوش ليها المؤمنين توما البال. ردوا لي البال مزيان مسألة، هو أن الله عاطي لكل واحد فينا دعوة مستجابة، عارفة ولا ما عارفاش؟ عارفة. مزيان. هذيك الدعوة المستجابة اش كتعني؟ شتي ملي الله سبحانه وتعالى غادي يقول سيدنا موسى والأخ ديالو هارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، عرفتي كيفاش كيفسروا العلماء هاد لعله؟ عرفتي هاد لعله شنو شحال خدموا على هاد الحرف هذا لعله؟ عرفتي غادي يخرجوا منها؟ واحد العالم غيقول قال لهم ما تدعيوش فيه، خليوني نلقالو الاسباب، ما تدعيوش فيه ما تدربوش، خليوني نلقالو اسباب الرحمه حتى يستنفذ هو الاسباب ديال الرحمه عاد يصدر في حقه الحكم. علاش قال لهم لعل ما تدعوش فيه؟ حيت هما راه انبياء عندهم دعوه مستجابه، الشيء اللي قالوا له يا ربي هلكوا الهلاك ينزل، ايش اللعب؟ دابا الدعوه المستجابه ديالك دابا ما خداماش؟ قال لك لا عائشه واش خدام ولا ما خداماش؟ حيت مع الله خدام. اذا الدعوه انا راه عندي دعوه مستجابه، انت راه عندك مستجابه، راك واحد فينا عنده. دابا عندك بغيتيها بغيتيها تخدم خصك تعرفي فين تحطيها، حتى هي راه هي راه مستجابه، ولكن راه عندها ثلاثه الابعاد، كتجلب الخير كتدفع الضرر او كتدخر ليوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول راه كيستجب لكم دائما، الله كيستجب لنا دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اما غادي يعطي لكم شنو طلبتوا، لا تكون كتطلبوا خير غادي يعطي لكم هذاك الخير، او غتطلبي انت بها خير وما غيعطيكش هذاك الخير وغيدفع عليك ضرر، غيدفع عليك شر. أو ما غادي يعطيكش خير وما غيدفعش عليك ضرر وغادي يخليها الدخار ليوم القيامة نهار تحتاجيها ملي يكون الحساب. دابا غادي نشوفوهم بثلاثة الحالات. دعوة غتقولي له يا ربي اصلح حاله ورد لي هذا الراجل معايا مزيان يا ربي اصلح حاله. قلتيها ولا ما قلتيها؟ قلتي يا ربي في صلاتك اصلح حال هذا الراجل. ياك؟
درتي يا ربي يصلح حاله، الحال ديالو تصلح ولا ما تصلحش. انت دابا قلتي في الدعوه يا ربي يصلح حاله والحال ديالو ما تصلحش. ما تصلحش. اذا دابا شتي الدعوه هنا ما مقابلاش مع الباب. الدعوه دابا انت باغا تدخلها مش ترجم. دابا حنا غنمشيو نجربوا السيناريو الثاني. يا ربي لا ما طيرني ولا طيره. واحد فيكم مطار. واحد. يا ربي لا مقبط روحي ونتهنى منه، ولا يا ربي لا مقبط روحو ونبقى شاد هذيك الماندا ديالو، شاد هذاك التقاعد ديالو، ولا شاد هذاك الرزق ديالو. مقبط لا روحك مقبط روحو. اذا باقي معاك كاينه ثالثه الاحتمال ان الدعوه ديالك راها متدخلها لك الاخيره. هذا ما عندش لي شي واحد يطلع عنده ويقلب. اما اللي حنا كنقلبوا يا ربي يصلح حالي ويصلح حاله، ما صلح لحالك ما صلح لحاله، مزيان. يا ربي لا ما طيرني ولا طيره، ما طيرك ما طيره. اذا ها هو جوج البيبان ما تجاوبوش. بقى الثالثه، واش يا ربي دخلتي هذه الدعوه عندك ولا ما دخلتيهاش؟ خصنا تمشيو عدو تما الاخيره ونقلبوا. اذا دابا شتي جوج كوشينا عليهم لا الا ما بدل حالك ما بدل حالو، ما طيرك ما طيره، بمعنى ان الدعوه ما تجاوبتلكش في هذا الباب الاول وما استجبتش في الباب الثاني. اذا الباب الثالث هو واش دخلها لك الاخره ربما. دابا ها هو نديرو دخلها لك الاخره، هو الدخله. انا تتسالي معايا المراه كتقسمني ملي كتقول لي انا كنطلب طلاق من راجلي وما حد الان ما بغاش يطلقني. كنبقى شوفها تنقول لها واش تي في المغرب ولا 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 عدايزة؟ كتقول لي ما فهمتش. كنقول لها راه عرفتي راه امتى المغرب مفعل طلاق الشقاق ولا لا؟ تنقول لها راه هذه 100 عام لهنا يثبتوا له غتطلقي. اذا ملي هي ما مشاتش وفعلت طلاق الشقاق معناتها راه باغيه تبقى مزوجه، ما قادراش تعيش ما مزوجاش. بمعنى ان راه كاين واحد العدد الرجال وكاين واحد العدد النساء اللي بحال اللي مخلوق ناقص. مش مخلوق ناقص استاذ، لا ما كاينش من يحط رجل الاخر باش الاقل باش يقدر ينفصل باش يحط رجل الاخر باش يدافع على راسه. ستي 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 لاله عيشه، دابا كاين الضعيف وكاين الجبان. كاين الضعيف كاين الجبان. دابا الضعيف هو اللي نايض واحد الحرب ومقطوعين له رجلو ومقطوعين له يده، ما عنده لا يدي لا رجلي، عنده غير الكسده وراسه. هذا ضعيف، هذا ضعيف ما عنده باش تحارب، ما عندوش يدي باش رجلي، هذا ضعيف. ولكن واحد عنده يدو وعنده رجلو ونهضة حرب وتيقول لك انا فيا طونسيون، انا فيا في ليبيليبسي، انا فيا فيا الرهاب، حرب نايضه نتا عدو داخل تيقتل فينا ويقزر فينا ووحدين فينا تيقول لك ودي انا ضعيف. هذاك راه جبان، لان فرض احنا المؤمن راه فرض علينا القتال. وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الجنه راها تحت ظل السيوف، ظل السيوف الخيال ديالها تحت تما كتطلب الجنه تم. بمعنى لك تغنعيش كريم حتى لبقيت حي، ولك تغادي نعيش مدلول بالنقص. دابا تخيل في حرب، دي بلاد في حاله حرب. ثم غنقراو واحد الايه وردي ليها البال مزيان اللي عايشه في سوره النساء، ماشي صدفه جات في سوره النساء في الايه 97، ماشي صدفه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دابا شتي هادو
ناس بغاو يدرجوا ذريعة انهم كانوا ضعاف، وتيقولوا للملائكة شنو هاد الخماج اللي انتم فيه؟ اسمعي مزيان اش غنقول لك على عائشة الله يرحم باك. هادي سنين تقريبا فوت 25 عام ولا اكثر، واحد السيدة جابت لي ولدها على اساس شافته في الليل كي ترافيستي، كيلبس لباس العيالات وكيدير البيريك وتيماكيي وكيعكر وتيولي كيدير الويب كام وتيتحاور مع الدراري على اساس مرا. فطلعت علو شافته في الليل ما تقبلات هذاك الشيء، علاش ولدك كيدير هكا كذا وكذا وكذا. فملي الاساتذه عندي الله يجزيهم بخير جلسوا مع هاد الدري لقاوه ما شاء الله في قرايته، ما شاء الله ما شاء الله، فاش مدويتي معاه في الرياضيات في الفيزياء في العلوم في اللغه العربيه الفرنسيه ما عندوش صعوبه في الدراسه ما شاء الله. هاد الوليد لاحظ بانه اهتمينا بقرايته وما بقيناش كندويو علاش كي ترافيستي وعلاش صافي، بحال اللي استرنا الشغل وخدمناه بلاصه اخرى. فمشى عند واحد الاستاذه كانت تشتغل معاه فقال لها بانه باه كيغتصب. الاستاذه تفزعات جات كتجري عندي قالت لي استاذ راه قال لي هذاك الشاب اش كاين اش كاين اش كاين. قلت لها قول له واش ممكن تدوي معايا في الموضوع. مشات لعندو قالت له واش ممكن انها تفتح الموضوع معايا، قال لها بطبيعه الحال. عيطت لي قالت لي راه عطى الاذن انني نفتح معك الموضوع. قلت لها قول له يجي عندي نهار في الفلان. جا عندي برك معايا في المكتب. قلت له ودي انا ما غنصدقكش وما نكذبكش، انا ما نقدرش. قلت له لا نكذبك لا نصدقك، انا دابا كنسمع لك ولكن هذا الشيء قلت له واش تقدر تعاودوا لي قدام الوادي ديالك؟ قال لي ايه. قلت له في خبار هادشي؟ قال لي في خبار. عيطت للسيده جلسنا معها انا وولدها، خبرتها قلت لها لا ولدك راه قال شي كلام كبير كيفزع تيخلع. عفوا لي قلت له عاود الكلام اللي قلتي لينا. هو عاودو قدامه سنين باه تيغتصبو كيقيسو كذا. قال لاش كتقولي في هاد الكلام؟ هو قالت لي وبا مريض ونشتو الشمل، وانا نقول لها الله ينعل عليك لالا، الله ينزل عليك النعلة كلها في الدنيا وفي الاخره. قلت لها غير حشمت مول هرس عليك واحد الكرسي دابا فوق راسك. قلت لها غير حشمت مول هاد الكرسي كان هزو دابا ونحطو لك فوق راسك بقى الخبط عليك تنفرس هاد الكرسي عليك. لما حشمتيش جايب لنا الدري على اساس كتقولي اسو ترافيستي، وبانك تصدمتي ان ولدك كتشوفيه تيلبس لباس النساء وانت يا ساكته على هذا الخماج اللي خمج منه. هو راه دار هذاك الشيء غير باش يستغط كيطلق النجده كيغوت تيقول واش كاين شي واحد في هذا العالم في هذه البلاد في المجتمع اللي يعتقني من هذا الويل. إذن دابا هادي هاد السيدة هادي دابا واعية، هادي كنت أنا قاضي نعتقل، هادي كنت أنا قاضي نعتقلها ونحكم عليها بالمؤبد هي وراجلها وقبيلتهم كاملين. شنو قالت لك؟ قالت لك الله يشافيه على راجلها ومبلي وباغاتش ما باغاش تشتت الشمال. إذن بالنسبة لها هي دابا واعية، واعية دابا هادي، وهي ما واعية والو. هذا الاضطراب، هذا الاضطراب تيمرض به الانسان فواحد اللحظه اللي تيوصل لواحد الحده ديال الوضعيه اللي غير مقبوله عقليا تعيش فيها الانسان، غير مقبوله عقليا. واحد لقيتها كيتفلوح فما كيبقاش يحكم بالصواب على الاشياء وتيولي بالعكس كيبرر موقعه وموضعه في الاشياء. ملائكه شوف
ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. شكون هما دول ظالمي انفسهم؟ هو لك انت ام راك مسؤول على وليداتك. انا ما نقدرش نقول راجلك عنده شي حاجه ولا ما عندوش، ما نقدرش نقول راجلك بيدوفيل ماشي بيدوفيل، ما نقدرش نقول. وما نقدرش نقول ان كلامك انت براسك اللي كتقولي واش صحيح ولا تفرواه، براسي ما نقدرش نقول. ما نقدرش نقول ان كلامك انت اللي كتقولي على فمك واش جاي من مراه واعيه وازنه ولا مفروحه خدامه كتهلوس، ما نقدرش نقول. اللي نقدر نقول هو نهز يدي نقول له يا ربي انا راني حاصل في وضعيه، يا ربي عاونني نصلحها ولا قبط روحي. انا متاكد، انا داوي على راسي دابا، ان سيدي ربي كيستجب ليا، يا اما يصلح لي الوضعيه يا اما يديني عنده. كنهز يدي كنقول له يا ربي راني حاصل في هذه الوضعيه، يا ربي يا ربي راه مبرزطاني، راه مرضاني، يا سيدي ربي اصلح لي هذه الحاله هذه ولا راه ما قادش. وراك عارفني ما قادش يا سيدي ربي، جيبني عندك. كنخير سيدي ربي في حياتي، ما كنقولش له بغيت غير تصلح لي ونبقى ساكت، لا كنقول له يا ربي الا كان خير تصلح لي هذه المساله ونزيد في الحياه، يا ربي عافاك لما ساعدني صلحها لي. يا ربي ما كانش خير، يا ربي ما قبط روحي انا ما قادش. عندنا آية في القرآن اللي قريناها كتطلع الروح، عندنا آية في القرآن يا تودينا وصلينا وقرينا بها الروح كتطلع مولاها. إذا ما يمكنش اللي ما عارفاش يقرا السلكة من الفاتحة للناس غدوز عليه لما تشعر وغتشوف في البلاصة أنت ساجد دم الأمل أمد. قراوها العلماء وقراوها الفقهاء وقراوها الصالحين وقراوها العارفين، تيتحطوا في ظروف غادي يتهانوا غادي يتمرمدوا غادي يتكرفصوا غادي يتحقروا، ما كيبغيوش لانهم كينوبوا على اللواء، ما راه حاملين اللواء سيدنا رسول الله ما تيقدروش. كيمشي تيقرا البركه تيحط جبهته تيديموا الامانه امانته. اذا الحل عندنا الكبير، وعندنا الحل الاخر انني نمشي للمحكمه ونفصل ونعري على دراعي ونمشي نخدم عند الناس في الديور ونعجل الخبز ونديه نبيعه. وكاين ألف ما يدار في المغرب اليوم، ولكن الإنسان جبان. لاحظتوا وأنا كنتكلم مع أختنا عائشة من وجدة، لاحظتوا ما قدرتش تفعل الفرقان نهائي في الفكر الإسلامي، أنه عندنا أسماء استثنائية. دابا كاين الحق والباطل، والفصل بيناتهم أعطاه الله اسم سماه الفرقان. هذه هي لا بونسي كاتيجوريال الاستثنائيه اللي في الفكر الاسلامي قبل ما يكتشفها لاكانط ولا غيره. حنا عندنا لا بونسي كاتيجوريال. شنو غتفيدك لا بونسي كاتيجوريال؟ انه ملي كتلقى واحد الاسم سميتو الفرقان، معنيتها راه عنده علمه. اما شتيكو كان نعت، كان غادي يكون فقط اون انترسيكسيون اونتر دو سيستيم. ملي كتلقى واحد نعت ما عندوش اسم، بان ما عندوش علمه، لانه الا كانت واحد الوحده متصله بواحد الوحده ملي كيتصلوا بجوج كتخرج واحد المعلومه. ولكن ملي ينفصلوا الوحدتين هذيك المعلومه كتذوب، لان هي ناتج لاتصال الوحدتين. اما ملي كتلقى واحد المعلومه عندها اسم، هذيك المعلومه واخا تحضر باتصال وحدتين في انفصالهم ما كتغبرش، كتبقى متصله بالعلم الاساسي ديالها، ديال بونسي كاتيجوريال. اذا السيده عائشه من وجده ما عندهاش الفرقان، ما تقدرش تفرق ما بين ما هو حق ما هو، ما تقدرش. علاش؟ راكم لاحظتوا ما دخلتش في حيتيات ديال شنو دار لها راجلها وشنو كيدير لها وعلاش كتفكر، ما دخلتش في الحيتيات. حيت كاين سينا هي تعطي، شنو عطاتك معلومه انه كتلاحظ واحد التصرف ما بين راجلها وبنتها. هنا خصها
هي دير احتمالين، احتمال بانها ترى الصواب، لان بصح السيد مفروح كيدير شي حاجه ما هيش احتمال، والاحتمال الثاني انها كتوهم بانها ما تراه صواب، هو راه وهم. خص الاحتمالين، احتمالين. دابا غادي نحط راسي في الوضعيه بجوج، احتمال انني كنتوهم، واحتمال انني كنرى الصواب. باش غادي نفصل؟ يقول الرسول استفتي قلبك، دع ما يريبك لما لا يريبك. احنا العربيه واخا ما كيبان لك حتى شي حاجه، كتبك حتى شي حاجه عوجه، عا كتحس براسك مرون، وكتقول لهلك وحبابك وانتم الله يخليكم راه هذه البلاصه هذه وهذا الحال ديالكم وهذا الضحك ديالكم راه مروعني. انت ما شتي والو عوج، راه كلشي مقاد. وحيت تروعتي من الداخل كنقولوها، هادنا مع تيحبونا تيديرونا حساب. هذه المساله ديال الفعل الصحيح اللي هو القرار الصحيح، هو راه ما يمكنش يعرفه الانسان، يمكنش تعرف ان القرار ديال القرار صحيح، يمكن لو كان الانسان يعرف القرار ديال واش قرار صحيح راه ما ياخذوش، حيث هو القرار الصحيح راه تيبان لك صحيح مقاد مصيب، ولكن باش عرفتيه انه صالح. قرار صحيح مع اختيار كتبغي تختار كتقارنه مع قرار اخر، راك غادي يجي لك قرار اخر صحيح بحاله، وغيجيك الثالث صحيح بحالهم، والرابع صحيح. فين هو الصالح وسط هادو؟ فين هو؟ هنا كاين واحد الخاصية كنلقاوها في سورة الليل، ملي كنقراو سنيسره لليسرى، والله سبحانه وتعالى داير تيسير لهم جوج، تيسير داير الله سبحانه وتعالى لجوج، داير تيسير الأول، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، التيسير الأول، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذا التيسير الثاني فسنيسره للعسرى. دابا التيسير كاين كاين، غيسرك اليسرى وغيسر لك العسرى. دابا شتي الفعل الصحيح، شتو هو فعل صحيح مع فعل صحيح يتقابلوا لك بجوج، واحد راه صحيح صالح وواحد الاخر صحيح غير صالح. دابا خذوا النهار اللي ولى الله سبحانه وتعالى سيدنا اليوم، النهار اللي ولى الله سبحانه وتعالى على هذه الامه لحد الساعه هذه، شوفوا القرارات ديالو واحد بواحد، شوفوا القرارات واحد بواحد. واش عباد الله في وسط الجائحه العالم مرون كله ما عارفش راسه من رجله، متبع اللجنة العلمية بنفسه شخصيا الأوامر تعطاو القوات المسلحة والشرطة، راكم شفتوا كيفاش تأمنت البلاد، سد حانوتك سد محلك سد شركتك وما تخافش، ما كاينش اللي يهرس لك الفيترينة، ما كاينش اللي يدخل يهز لك سلعتك، ما كاينش اللي يقرب. وشفتوا الآداب والأخلاق ديال القوات المسلحة الملكية والشرطة حي بحي حومة بحومة، تيديروا التحية للوطن والمغاربة بالنوافذ كيصفقوا لهم وتيحيوهم، راه هو راه امتداده هو. ركت لكم واحد النبوة ونبغيكم الله يجزيكم بخير تردوا البال لهذا الوصف، راني درست ما يسر لي الله من دراسات عقلية وعقل الفلاسفة، درست مليان، انا كنحب الفلسفة من الصغر ديالي، وربي يسر لي واحد القسط منها، فعندي دراية نسبية ومعرفة نسبية بعقل الفلسفة، هذاك العقل ديالها عندي فكرة عليه، ودرست كذلك عقل العلماء المسلمين عاشرتهم،
عندي مشايخ تربيت على يديهم، قريت على يديهم، كبرت معاهم، جنت في العالم الإسلامي وتلقيت منهم، عندي دراية بعقل العلماء، وعندي كذلك دراية بعقل المحلل والمحللين النفسانيين الثقالة. ده بيني وبين العبقري جاك لك أستاذ واحد، بيني وبينه رجل واحد، فعندي دراية على عقل المحلل والبسيكولوج والبسيكياتر، عندي دراية بهذا العقل، وعندي كذلك دراية بلو سيانتيفيك، العقل العلمي عندي دراية به، وعندي كذلك دراية بعقل الشعراء والفنانة عندي دراية به، ولكن ما عمري كنت كنعرف عقل الملك. الملك كصفة كحقيقة، عقل الملك اللي شجرة الملك، شجرة ماشي 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 فرد بوحده، شجرة. لقيت بأنه كاين علم خاص، ولقيت أنه كاين فهم خاص، ولقيت أنه كاين دراية وعرف خاص، حتى أني نقدر نقول لكم جامع هذوك العقول كاملي وزيادة، جامع هذوك العقول كاملي وزيادة، عاد السر الرباني، لأن ثم راه يؤتي الملك من يشاء، راه كاين مشيئته، يؤتي الملك من يشاء راه مشيئة الله، بمعنى راه كاين واحد العلاقة ما بين العبد اللي عطاه الله الملك والمشيئة ديالو، فيها واحد الأسرار، راه مشيئة الله هذيك. شتي فين ما تلقاو مشيئة الله ربعو جمدو، راه كبيرة تما، يؤتي الملك من يشاء، عرفتي هذيك من يشاء راه مشيئة الله تما، بمعنى راه ما يمكنش يعطي الملك وما يعطيش معاه مدد، فزاده الله بسطة في العلم والجسم، راه كيعطي المدد لصاحب الملك. تما فين انا غادي نجمع راسي وغادي نتبع الشريف، ما نقولش كندرس لانه مقام شخصيا بالنسبه لي انا كنحترمو وكنقدرو، واحد الوقار واحد الحب كنشوف فيه، كنشوف فيه جدو، كنشوفش انا يا ملك بشكل عادي، كنشوفش فيه انا مغربي عادي، راه كاين الشعب المغربي وكاين هو راه مغربي، اصله مغربي، تاريخه مغربي، ولكن اقسم لكم بالله الى الاختلاف المطلق، اختلاف المطلق، التشابه الكامل والاختلاف المطلق، وهذا الاختلاف احنا ما واعيينش به، واحد العدد من المغاربه ما واعيينش بانه العالم اليوم واقف على فكره، العالم ما بقاش محتاج للبترول، ما بقاش محتاج للدواء، ما بقاش محتاج للباس، ما بقاش محتاج للوجيستيك، العالم محتاج فكره جديده يخلق بها السعاده ويخلق بها التوازن. شكون اللي غيعطي للعالم فكره؟ شكون؟ كون كانت فكره دابا ما بين روسيا واوكرانيا كون ما داروش الحرب، كانت الفكره، الفكره هي اللي خلق المشكل، هذاك ما عندوش فكره، الاخر ما عندوش فكره، هما يصطدموا. دابا اوروبا ملي يصنعوا الفاكسان قدروا يداوي بعضياتهم، شتو كيفاش نط الحرب على شكون يشري الاول، شتو كيفاش داروا الكوطا، شكون اللي غادي يصدروا، شكون اللي غيبيعوا، شكون علاش ما كاينش فكره. وحنا عندنا ملك ماشي كيعطينا غير الفكره، وتعطيها لنا في ارض الواقع كنشوفوها، وباش تهز طوموبيلك دابا من اي مدينه في المغرب وتمشي للصحراء، شحال هذه ما كناش نقدروا نمشيو للصحراء، كنا كنخافوا من المشاكل ونخافوا من كذا وكذا، شحال هذه في الستينات السبعينات كانت شي حاجه استثنائيه في الصحراء، خصك بحال لي سي باسي كاع. دابا ولات تهز طوموبيلك وتدي ولادك يسافروا وتمشي تتعشى الداخله وتدير السيرف وتعوم وتحس وكتحس بانك بحال اللي مشي سافرتي للجزر معفين، هو يا بلادك نيت، شتو الفكره هي هادي. الفكره انه في اوج الازمه السياحه مراكش ما وقفاش، اكادير ما وقفاش، طنجه ما وقفاش، ما كاينش شي بلاصه سياحيه وقفات، لان الفكره الجفاف، وما نقصنا لا خضره لا قمح لا والو، لان الفكره، غلاء الاسعار
وباقي المغاربه كيلقاو الادويه باثمنه مناسبه، لان الفكره لاحظتوا الحل، كل الحل فين هو؟ في الفكره. الفكره ما تعطيهاش لك اي ا، بالنسبه لي اي ا صوت حمار حشاكو، بل العالم كيمضمض فمه باي ا، انتيليجنس ارتيفيسيال كلشي كيمضمض فمه باي ا. انا اللي كيهمني هو اللي ورا الاي ا، ما الاي ا بالنسبه لي ما كتساوي تبصله، تكون كيما بغات تكون، ما كتبهرنيش اي ا. لكن قلت لكم اي ا بالنسبه لي صوت حمار، اي ا اي ا بحال هكا تنكتبوا صوت الحمير، ناهيق الحمير عندنا حنا هو اي ا. اذا انا اللي كيهمني هو نفوت اي ا لعند صاحب الاي ا، شكون اللي صنعها؟ شكون اللي كتب لها الكود؟ شكون اللي دار لها الالغوريتم؟ شكون اللي دار لها البنيه تاعها؟ غلقها صاحب الفكره. احنا عندنا هنا كانه كوكب دري، ماشي غير فكره، وكوكب دري الافكار، وماشي افكار غير كتكلم في مواقع التواصل ولا في الاخبار، لا 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 ما كتسمعوا، ما كان مالك كيتكلمش كاع، قولها مالو. اذا الى حنايا اليوم بغينا نديروا فعل الخير، راه فعل الخير سهل من حيث الصحيح الخطا الحلال الحرام سهل، ولكن من حيث انك تاخذ القرار وهذاك القرار غيقابلو صحيح، كيتقابل مع صحيح، خاصك تفرز ما بين الصحيح الصالح والصحيح الغير صالح. بمعنى ان الدراسه التقنيه واجبه، ان الذكاء والفكر والاخلاق واجبه،